رغم وجود بعض العادات والتقاليد التي تحكم وتحدد المهن التي تعمل فيها المرأة السعودية، إلا أن 30 امرأة تجاوزن تلك القيود بامتهانهن مهنة صب القهوة في المناسبات والأفراح، وأكدن أن المرأة السعودية أحق بهذه المهنة بدلا من العاملات الأجنبيات. شكرا يا أبو السعد على الإشادة بالجزمة، ترى بس والمقاس متشابه، يعني لو قمت الصبح قبلي خذها حلالك. لا تسلم، بس أنت تفرش معي. يعني شوف يا أبو السعد. طيب خلينا ندخل في جد، أدري أنك تبغى تضيع الموضوع. طيب طبعا حنا دائما نختلف، يعني نتفق أنه العمل ليس عيبا، ليس العيب في المهن أبدا مهما كانت المهن. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، كان يحتطب لأصحابه ويجمع الحطب ورعى الغنم، ما في مهنة أعلى منها. بعض الناس عنده وجهة نظر يقول لك احنا بلد اقتصادي قوي ومو معقول ان نشتغل صبابات قهوة. انا لي تحفظ على هالكلام، انا اقول اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون. انا ودي اصير وزير، ما قدرت اصير وزير، جيت مذيع معك. شفت يعني اذا انت الزمن ما طاعك طيعه في الاخير. التقرير يقول ان الصبابة تاخذ في اليوم 300 ريال، 300 ريال لو انها اشتغلت 30 يوم 9000 ريال، هذه راتب موظف في المرتبة التاسعة مع ماجستير مع مرتبة الشرف الاولى. شفت كيف؟ ثانيا انه هذه انا اعتقد ما هي بس وظيفة، إنك تحتك في الناس. تصور أنت لما تصب مثلاً في زواج كبير، تقابل علي، تقابل أحمد، تأخذ الناس منهم، تأخذ تقابل الوزير، توصل له شكوى. إذا أنت عندك دور اجتماعي ثاني. ترى هذول بسطاء الناس اللي يشتغلون دائماً الفراش والمدري من، هذول هم اللي يلتقون بالناس الكبار. أما أنت ما تقدر تصل، وبالعكس يطلعون على الخفايا وخفايا الخفايا. عدد الأجانب عندنا 11 مليون في المملكة، رقم كبير. أيضاً الأعمال هذه أعمال من طبيعة المجتمع، ترى مو عيب إنك تصب قهوة، مو عيب. حنا من أول حنا صغار نعد المرجل إنك كيف تمسك الدلة ولا تملأ الفنجان وما أدري علوم الرجال هذه اللي ما تسقيك من الماء. أيضا عندك الرؤية الوطنية استهدفت مثلا زيادة مشاركة المرأة، البطالة عند المرأة عالية جدا. أنا أقول في مثل يقول لك تعبر بمشوشة لين تجي المنقوشة. إذا أنت جامعية ولا لقيتي وظيفة توظفي، هذه أفضل من الشحذ. الغريب الناس يشحذون عند الإشارات ما يستحون، تقول تعال صب قهوة ولا تعال اشتغل سواق تاكسي ولا اشتغل بيع نعناع من المدينة ولا بطيخ، يقولك لا والله عيب، ما هي مسلومنا، ما هي مسلوم الرجاجيل. لكن يشحذ ما عنده مانع، يشحذ ما عنده مانع أبدا، يسرق ما عنده مانع. هذه مشكلة، المهنة عندنا مشوهة، ولازم نعيد النظر في مفهوم الوظيفة، وأنه كل وظيفة محترمة. والله يا أبو سعد أنا مرة كان جاري في بريطانيا عامل نظافة، عامل كالناس، بعد العصر يلبس البدل ويروح في الشيرتون في أحسن محل، يجلس كذا يقول أنا مهم للمجتمع، لو ما أنا موجود كان الزبائن كلها في الشارع، وقاعد بكل استقلالية، وبعدين بعد العصر صار إنسان أعلى من الناس الآخرين. فأنا أتمنى فعلا أنه مثل هذه أبو سعد. الآن أنا معجب ببنات السعوديات في الإنستغرام، تشوف حاطين اللي تسوي كيك واللي تسوي أكل واللي تسوي لا كيك. أنا أعتقد أنه مواقع التواصل الاجتماعي حركت المياه الراكدة فيما يتعلق بالناس اللي عندهم مواهب لكن عندهم عوائق اجتماعية كثيرة، بالضبط. وقتلت فكرة ثقافة العيب، والحقيقة أنتج كثير يعني من المواهب. في نفس الوقت البنت اللي تشتغل صبابة ولا اللي تشتغل، ترى أول شيء ما هو بعيب. الشيء الثاني كل مراحل الإنسان في مراحل الحياة، يعني أنا أعتقد اللي بيرضى تشتغل صبابة قهوة ويطالبة في الجامعة عشان تساعد نفسها ولا تروح لأي شيء مهين آخر، هذه تستحق الاحترام. بتشتغل يوم صبابة بتصرح على بكرة النهار راح تكون في وظيفة أفضل، يعني في وظائف مرحلية هي تثبت لك أمام نفسك. نعم. وأمام جيل وأمام عيالك، بعدين أنك إنسان عصامي أو إنسان عصامية. والله سرقت الكلام من فمي. أنا بضرب مثالين، ما أعرف شو بنسمي مدام إنه في مجال الكفاح، مثلا الشربتلي والراجحي، ترى كلهم بدوا اللي يبيع شربات في الطفولة واللي يشتغل بسوق الخضرة صاروا أثرياء. أنا كنت في يوم من الأيام طير حمام، أنت اشتغلت في فترة من الفترة، أنا اشتغلت طير حمام، اشتغلت مليس تال، هذه تعدها بعدين من السي في حقك الجميل في الحياة طبعا. ما يمكن تولد وزير أبدا، ما يمكن. وبعدين أنا أقول لك لي تجربة خاصة خلينا نرويها عشان الناس يسمعون ويتأكدون. والله مرة زرت معرض الأسرة المنتجة ولقيت بنت صغيرة تسوي كيك بالدخن، وطلبت منها يمكن 10 قطع وهديتها لأصحابي، صاروا كل أصحابي الآن يقولون يا أحمد نتواصل معها إنه الكيك بالدخن هذا من أجمل الكيك وهو مفيد طبيا، ويتواصلون معها. البنت الآن تقول لي يا أحمد أنا دخلي 20,000 في الشهر، أدور وظيفة ليه؟
طبعا. أيوة هذا أقول لك إن الإنسان ما يأس ولا هو عيب العمل أبدا. وأنا أعطيتك الرسول خير البشر، اشتغل راعي غنم واشتغل يجمع حطب واشتغل كذا. ولو لاحظت أنت علماء التراث كلهم، الجاحظ كان موظف بسيط في البريد، السكاكي كان يشتغل سكاك، والكيسائي كان يشتغل بالبذا، أبو بكر الصديق قبل الخلافة كان بزاز يبيع الملابس. ما هو عيب أبدا. عندنا مشكلة إنه الواحد يبغى يصير وزير ولا يصير نقيب ولا بيصير استاذ. كن سيد نفسك دائما في والله في مواهب. وبعدين الحديث عن الأجيال، ترى في أجيال جديدة موهوبة قد تكون أفضل من جيلنا واللي أي والله لا هم قطعا أفضل منا. والله أمس أنا شفت في الدار بنات عندهم موهبة في التصوير، إنه محسن من دول اللي رازينهم تعطونهم 20,000. بالله عاد الحين أنت تمدح البس عيالنا. طيب لا ممتازين ممتازين. لا خلاص ممتازين مجاملة. معليش الشباب يعني الدكتور أحمد ولدنا إن شاء الله. فاصل إن شاء الله.